سان تيتيان الدور الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 25، مش عندنا كيفاش سان تيتيان اليوم يضرب بقوه يعني امام ران، وين عندنا كيفاش كانت المباراه، كانت نقولوا باللي المباراه كانت من جانب، كانت نقولوا باللي ران وين رمى بكل ثقه ليه كان مسيطر في المباراه، يعني ران اللي كان مسيطر في المباراه 64% نسبه استحواذ، 475 تمريره بالنسبه لران، سان تيتيان 137 36% نسبة استحواذ. نقولوا باللي كلود بول بويول المدرب تاع ساتيتيا اللي لعب خطة 4-5-1، شاهدنا كيفاش جوليان المدرب تاع ران اللي لعب خطة 4-3-3، يعني نقولوا باللي خطة تكتيكية محضة، وين دينيس الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 27 ساتيتيا، أرنولد نور الدين وين أرنولد نور الدين اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 71، يعني وين نقولوا باللي ران ضيع الكثير من الأهداف، ولكن سانتيتيا استغل زوج فرص وين سجل بهم الأهداف، يعني شأنه كيفاش أولفيرد غوميز في الحراسة تاع ران، نايفي أدريان دامين هاماري بنجامين جينسون إدواردو مارتين جيريمي غارسيا، يعني وين نقولوا باللي ادريان اللي دخل في الشوط الثاني، ستيفان كذلك، يان اللي دخل في الدقيقه 58 لكن بدون جدوى امام جيسي مولين الحارس الذي انقذ المرمى تاعو باهداف من اهداف باعجوبه، شان تروكي تروكو بابي شان كيفاش ماتيو في يابان، شان دينيس عادل عويشيش اللي خرج في الدقيقه 57، لوكاس المهدي كامارا الوهبي الخزري انور أرنولد نور الدين اللي دخل في الدقيقة 57 وسجل الهدف في الدقيقة يعني والدقيقة 71، يعني كان اللي نقولوا باللي زايدو يوسف كاليس أوبي، هذه هي المباراة اللي نقولوا باللي يعني سان تيتيان اللي عرف كيفاش يجيري المباراة حتى آخر دقيقة، يعني وين عندنا هذه الجولة 25 يعني وين كانت في صالح سان تيتيا، وين عرف يلعب بالدفاع يعني وين عندنا ران وين رمى بكل نقولوا رمى بكل ثقله من أجل العودة في النتيجة، يعني وين سان تيتيا استغل هفوات في الدفاع، عرفوا كيفاش يسجلوا أهداف، عرفوا كيفاش يحافظوا على النتيجة تاعهم يعني بالالتفاف حول الدفاع. هذه هي المباراة الجولة 25 ريال سان تيتيان.